طيب، كاميرا قناه النادي الاهلي دائما موجوده في الاحداث وموجوده في الحدث. خلينا نطلع نشوف ماذا حدث في قرعه الدوري العام المصري 2021 2022، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نقرا مع حضراتكم بعض اخبارنا، اخبار النادي الاهلي البيت الكبير، بعد ما نشوف التقرير والفاصل. ارتباطات كتيرة جدا الموسم دوت، في 100 يوم للمنتخب الوطني، عندنا شهر 11 من يوم 8 ل 16 11 عندنا مباراتي انجولا والجابون، عندنا في شهر 12 20 يوم بطولة العرب للمنتخبات في قطر من يوم 1 ليوم 20 12، عندنا من يوم 28 12 لغاية 10 2 بطولة الأمم الأفريقية وأجندة للمنتخب الوطني الأول، شهر 3 عندنا مباراتين من 21 ل 29 اللي هيحددوا مين هيوصل لكاس العالم، من 1 ل 14/6 عندنا اجنده دوليه للمنتخب الوطني الاول، دول يعمل مجموعه 100 يوم، عندنا اربع انديه بيشاركوا في البطولات الافريقيه بيلعبوا 13 مباراه للوصول للنهائي، 13 مباراه دولت لو ادينا كل مباراه 8 ايام تعمل 104 يوم، فبالتالي 100 للمنتخب و104 للانديه. دي الامور الارتباطات اللي عندنا، لسه الاتحاد الدولي ما حددش كاس العالم للانديه فين، عشان كده قلنا مش هنعلن الجدول كامل لغايه بطوله امم افريقيا بس، وبعد كده هنستنى لما تحدد الارتباط دوت. سوبر افريقيا لسه ما تحددتش بشكل رسمي، ما جناش بشكل رسمي، فدوله الارتباطات لسه ما تحددوكش. الامكانيات اللي مطلوبه في كل ملعب عشان نقدر نلعب المباراه بشكل ده، مع حضرتك ورئيس الرابطه تم اعلانه بالنقل التلفزيوني الممتاز بالجمهور، الحاجات دي كلها محتاجه ملاعب مهيئه فيها الفار، فيها كل الامكانيات ديت، فبالتالي لسه بس نادي المقاصه اللي عنده مشكله. بالنسبه للقاهره الاهلي ما فيش مشكله ان الاسماعيلي بيجي القاهره عادي، مشكله ان الاهلي يروح الاسماعيلي، والله لو الامن وافق يبقى خلاص ما فيش مشكله خالص، وكل واحد بيرجع ملعبه وده اللي اتمناه. الامن رفض، بنعمل مباراتين في استاد برج العرب. الحقيقه بشكر كل اعضاء الرابطه اللي كان مجهود وشغل على مدار ال 20 يوم اللي فاتوا، والحقيقه طلع النهارده يمكن للناس، وده كان اهم حاجه، ويكون البدايه ان شاء الله على خير. الحقيقه بشكر كل اساطير الكره المصريه وكل رموز الاعلام الرياضي اللي شرفونا النهارده بالحضور، لان هم اساس الكره في مصر، وان شاء الله ده حاجه بناسس لها تكون موجوده في كل قرعه في كل سنه، ويكون حفل القرعه على شرف مجموعه من اساطير الكره المصريه، واتوجه لهم بكل الشكر ان هم شرفونا. الحقيقه حابب اتوجه برضو بكل شكر لمؤسسات الدوله المصريه ووزاره الداخليه على الموافقه بعودة الجمهور في تجربة جديدة لعودة الجمهور ل2000 مشجع كل مباراة، وده كان حلمنا كله، لأن احنا كورة من غير يعني جمهور. فالحقيقة أنا سعيد جدا وبتوجه لهم بالشكر، والحقيقة لقينا دعم لا متناهي سواء لرابطة الأندية أو للأندية من وزارة الداخلية لرجوع الجمهور ولتفعيل صناعة كرة القدم، وإن احنا نصعد بالدوري تاني بشكله الجديد بإذن الله. حابب اتوجه لمجموعه قنوات اون تايم سبورتس برضو، لان هي كانت ليها معانا تعاون كبير بان احنا نوصل للاتفاق ان الدوري المصري يتذاع اتش دي وبحد ادنى 10 كاميرات في كل مباراه، اعتقد برضو كل المشاهدين كان ده حلمهم، واحنا كنا قاعدين عاوزين نشوف الدوري بشكل كل ده هيفيد الانديه وهيعلي من الفاليو بتاعت الدوري وفي مصلحه الانديه ومصلحه الكره المصريه، فان شاء الله يكون بدايه دوري قويه ويكون اللي جاي افضل للانديه باذن الله. ان شاء الله احنا قلنا مجرد بس ما نبتدي بدايه الدوري عندنا ان شاء الله كاس الرابطه اللي هيتلعب في توقف بطوله امم افريقيا باذن الله، وبعد كده هنشتغل على لائحه النظام الاساسي للرابطه، هنبتدي نعقد الاجتماعات مع ال 18 نادي ونبتدي نتحرك على الخطوه اللي بعد كده، وهي حقوق البث والرعايه واللائحه الاساسيه كلها ان شاء الله. الحقيقه شايف انه دوري هيبقى دوري قوي ومنافسه قويه، واعتقد ان كل الانديه مستعده بشكل كويس، وانا شايف ان ان شاء الله بكل اللي بيحصل ده هيكون دوري مختلف يليق بالكره المصريه ويليق بالانديه المصريه لانها انديه عريقه وكبيره. الحقيقه الاجواء النهارده اجواء رائعه، بشكر الحقيقه الرابطه بقياده الصديق احمد دياب الحقيقه على هذا اليوم الرائع وعلى هذا التنظيم الرائع، وان شاء الله يكون دوري مختلف عن بقيه الدوريات، وفعلا يكون الدوري المصري زي ما عهدنا في السابق هو من افضل الدوريات في المنطقه وفي افريقيا، وان شاء الله
نلاقي كرة قدم حلوة ونستمتع والجمهور يستمتع، وسعيد بعودة الجماهير يمكن بنسب، وده شكل ده حاجة كويسة. بالنسبة للتحكيم طبعا إن شاء الله بوعد الناس، إن شاء الله إحنا اشتغلنا دينا فترة بنعمل معسكرات واستعنا بخبراء من الاتحاد الدولي من أجل الاستخدام الأمثل لتقنية الفار، أيضا من أجل تطوير الأداء الفني للحكام، وده اللي يهمني إن الحكم طالما أداؤه الفني بيكون جيد فما بنستعينش بالفار بشكل كبير، وهو ده اللي احنا بنشتغل عليه الفتره الجايه، وان شاء الله تكون الامور جيده باذن الله العام القادم ان شاء الله. بشكر الرابطه بقياده طبعا الاستاذ احمد دياب والحاج عامر، ودي فعلا زي ما حضرتك قلت دي اول مره في تاريخ اتحاد الكوره بعد ما بطلت انه يدعوني في اي في المناسبه، فانا يمكن قلت دي فرصه ان انا ابقى موجود وجيت يعني الحمد لله رب العالمين. لكن في الاول والاخر يعني يا رب تكون القرعه تبقى كويسه، ويا رب زي ما انا قلت كلمه كده قلت يا ريت جماهير مصر كلها تبقى في نوع من ان انا احب فرقتك وشجع فرقتك، وبس اهم حاجه تحترم فريق اخر. اتمنى ان احنا ناخد نفس الثقافه ديت، واتمنى ان احنا نشوف دوري قوي، دوري مليء بالمنافسات القويه جدا، وفي نفس الوقت في احترام بين الفرق وبعضيها. اتمنى ان احنا ناخد زي ما بناخد من اوروبا كل حاجه، زي ما بناخد منهم اللعيبه بناخد منهم، عايزين ناخد برضك منهم الجمهور، منهم الاعلام، منهم التصوير، منهم الكلام ده كله، دي كلها نماذج كتيره جدا احنا لازم ان احنا يجب ان احنا نتعلمها او يبقى الثقافه عندنا موجوده. اتمنى يبقى دوري قوي، اتمنى ان نشوف اكتر من فرقه تنافس الاهلي والزمالك على بطوله الدوري، ده الشيء اللي هيبقى رائع وهيبقى شيء جميل جدا، هيبقى في من منافسه قويه. القرعه النهارده كانت جميله، كانت غير موجهه، وشفت عدت بيسر وبسهوله، دليل التنظيم المحترم، وان شاء الله يعني متوقع باذن الله يبقى موسم جميل. والاجمل من ده كله كمان بدايه عوده الجمهور، يعني انا فعلا هي عوده الروح للكره المصريه.